أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكبر الناس لا يؤمنون. تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكبر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم you
الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى تدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون
وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان تسقى بماء واحد وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان تسقى بماء واحد ويفضل بعضها على بعض في الأكل ويفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك
ذلك لآيات لقوم يعقلون. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لا وفي الأرض قطع متجاورات وجنات وفي الأرض قطع متجاورات وجنات وفي الأرض قطع متجاورات وجنات وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ
ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وفي الأرض قطاع متناوعات وجنات من أعناب وزرع وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان تسقى بماء واحد ونفضل بعض على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع Thank you.
يعطيك العافيه. ونفضل بعضا على بعض في الحكم. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وإن تعجب فعجب قولهم أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا فِي خُلْقٍ جَدِيدٍ. أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا وأولئك الأغلال في أعناقهم. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آيات من ربه. إنما أنت ولكل قوم ما Yeah.
وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد ولكل قوم هاد ولكل قوم ما الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيب الأرحام وما تزداد وكل شيء ما عنده بمقدار وكل شيء ما عنده وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة وكل شيء ما عنده بمقدار وكل شيء الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ الأرحام
وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة. وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة. الكبير المتعال الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيب الأرحام وما تزداد وكل شيء إذ عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة. وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعالي. سواء منكم من أسر القول ومن جهر ومن هو مستخف بالليل وسارب له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم إن الله لا
غير ما بأنفسه والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء
لا يستجيبون لهم بشيء له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون له بشيء لا يستجيبون له بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء والذين يدعون من دونه لا يستجيبون له بشيء والذين يدعون من دونه لا يستجيبون له بشيء لا يستجيبون له بشيء إلا لا يستجيبون لهم بشيء إلا Oh,
النبي محمد اشرف خلق الله قعدوا سنة يصلوا بعد الشهور وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلاله بالغدو والآصال قل من رب السماوات والأرض قل الله أما يستوي الظلمات
قل من رب السماوات والأرض قل من رب السماوات والأرض قل الله قل من رب السماوات والأرض قل الله أفتخذتم من دونه أولياء ألا يملكون لأنفسهم نفعا هل يستوي الأعمى والبصير أم هل يستوي الظلمات والنور أم جعلوا أم جعلوا لله شركاء أخلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار انزل من السماء ماء
ذابت فسالت أودية بقلبها فاحتملت سيل زوج رمية فاحتملت سيل زبد الرامية ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء كذلك يضرب الله الحق الباطل فأما الزبد فيذهب دباء كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء كذلك يضرب الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله ما ومثله معه لفتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد فمن يعلم
من هو ما إنما الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم جنات عدن يدخلونها ومن صلح من والملائكة يدخلون
سلام عليكم بما قررتم. سلام عليكم بما صبرتم. فنعم عقبى الدار. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما قررتم. يا حلو يا حلو يا سلام عليكم بما فرضتم. يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم. سلام عليكم بما صبرتم. فنعم عقبى الدار. والذين ينقضون
والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما الله يبسط الرزق لمن يشاء
ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات بينهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك لتتلو عليهم الذي أوحينا قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكل وإليه متاب ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كل به الموت بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا الناس جميعا
ولو أن نقرأنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموت بل لله الأمر جميعا بل لله الأمر جميعا أفلم يعيش الذين آمنوا بل لله الأمر جميعا الله أكبر ولو أن نقول أن بل لله الأمر جميعا أفلم يعيش الذين آمنوا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله.